أولا فيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية، أعتقد هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وحكومة السوداني بسحب القوات الأمريكية تبدأ في سنة 25. التحالف الدولي وليس القوات الأمريكية دكتور. التحالف الدولي، التحالف الدولي. ستبقى القوات الأمريكية إذن العدد الأكبر. ولكن الرئيس ترامب يعني على جدول أعمال الرئيس ترامب تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ترامب لا يريد أن يكون هناك جيش أمريكي في أي بلد من دول العالم. وجدنا كيف أنه حاول سحب القوات الأمريكية من سوريا، دول العالم أقصد منطقة الشرق الأوسط، حاول سحب القوات الأمريكية من سوريا ثم غير رأيه. أعتقد بأنه في ولايته الثانية سوف يقلص الوجود العسكري الأمريكي في داخل العراق، ولكن في الوقت نفسه سوف يعمل على تخفيض أو تقليص النفوذ الإيراني في العراق وفي بقية الدول العربية. هذا يعني بأن ترامب على جدول أعماله أن يضع عقوبات قاسية جدا. أستاذ جابريال على إيران. بس دقيقة أتيك والله بعد وقت. الحكومة هي النتاج الأمريكي أستاذ طيب. جابريال حكومة السودان النتاج نتاج إيراني العفو. طيب دعوه يكمل دكتور. نعم العفو. على الولايات المتحدة تريد تقليص الوجود العسكري الأمريكي وتريد أيضا تقليص النفوذ الإيراني في العراق، لأن هذه الفصائل تتمول وتتسلح وتتدرب من قبل إيران، تشكل خطرا على الشعب الإيراني. وجدنا كيف أن إسرائيل بناية من 15 طابق، لأنه موجود فيها جندي واحد من حزب الله دمرت البناية كلها. هذا قد يحصل في العراق إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات ضد هذه المنظمات.